بالنسبة لصلاه العيد في ظل جائحة كورونا وفي غياب المصلى، أي شخص أراد أن يضحي أو مجموعة من الأشخاص في بيت واحد فإنهم يصلون صلاة العيد، بحيث يكون الإمام ووراءه من الرجال أو من الأطفال ثم النساء بعد ذلك. هذا الإمام هو إمام أهل الدار وسيصلي صلاة العيد. صلاة العيد أمرها سهل وبسيط جدا، عندنا ركعتان جهريتان، الأولى بالفاتحة وسورة معها أو شيء من القرآن، والثانية أيضا بسورة الفاتحة وسورة معها أو بشيء من القرآن. بالنسبة للركعة الأولى عندنا في البداية 7 ديال التكبيرات، من اللي كيرفع يديه ويقول الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام. غادي يضيف لها 6 ديال التكبيرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بعد ذلك غادي يقرأ سورة الفاتحة ويقرأ سورة معها أو شيء من القرآن، ثم يركع ثم يرفع من الركوع ثم يسجد سجدتين كما هو معروف في الصلاة، ثم يرفع للركعة الثانية. الرفع للركعة الثانية سيكون بالتكبير، بمعنى أنه من اللي يرفع رأسه من السجود السجدة الثانية غادي يقول الله أكبر، غادي يضيف لها 5 ديال التكبيرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، باش يوليو 6. غادي يقرأ سورة الفاتحة كما هو العادة، وغادي يقرأ آية من القرآن أو سورة من القرآن أو ما يحفظه وما يتيسر لديه. بعد ذلك يركع ويرفع من الركوع ويسجد سجدتين كما هو معروف، ويتشهد ويسلم، وقد تمت صلاته إن شاء الله تعالى. تعليقاتكم كتهمنا، وما تنسوش تابوناو باش يوصلكم دائما الجديد.